يسرى. صباح الخير يسرى. صباح الخير اخت هناء. كيدايره يسرى لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله بارك الله فيك. دابا صافي بدا كيسخن الحال شويه، بديتو كتوجدوا لي كلاص. الله يرحمنا بالصحه. اللهم امين اللهم امين. اذا شنو نحتاجوا لهاد لاكلاص اللي كتقترحي علينا يسرى؟ عندي جوج ديال لاكلاص، واحد بلاك خيم فخيش والثاني بالبنان. واخا الا سمح لنا الوقت غادي ناخذهم بجوج، ناخذ الاول بعدا من نعطيك المقادير. من السيترون تاع لاك خيم فخيش، ثلاثه ديال البيضات، نعم، ثلاثه معالق كبار ديال بودره الكاكاو، نعم، جوج معالق كبار ديال السكر الثقيل، واحد شاسين تاع القهوة سريعة الذوبان. إيه. وواحد ياغورت نتاع الفاني. كنحتاجو اللي نقيد معاك المقادير. إذا قلنا واحد ياغورت فاني. ياغورت فاني، وعندنا التزيين شعرية الشوكولات أو الشوكولات مشكوك. شحال تقريبا كنحتاجو؟ وي شي 5 دراهم هكا، كاين شوية ماشي بزاف. واخا. إذا عندنا لاكلاص الأول اللي بالقشدة الطرية. عندنا فيه نص إترو ديال القشدة الطرية، ثلاثة ديال البيضات، ثلاثة المعالق كبار ديال الكاكاو، جوج معالق كبار ديال السكر الثقيل، صاشي وحدة ديال القهوة سريعة الذوبان. هما تقريبا جميعهم جميع هاد القهوة ديال سريعة الذوبان كيكون فيهم نص لابار. ونص لابار شنو هما؟ واحد ياغورت فاني. والتزيين غنحتاجو الشعريه ديال الشوكولات، لي فيرميسيل ديال الشوكولات. هادو هما المقادير. نعطيك الطريقه، كناخذو اناء كنديرو فيه لاك خيم فخيش وكنضربوها بالطراب الكهربائي حتى كتولي كريم شونتي. من بعد كناخذ ابيض البيض وكنضربو كذلك بالطراب الكهربائي. واخا الا سمحتي لي، الا سمحتي لي يسرى، بالنسبه للقشده الطريه باش كتبغي تضربيها باش كتولي لك شونتي، شنو واش كاين شي سر؟ لان كاين بعض السيدات كيتسالوا بانه ما كطلع لهمش. لا كطلع يعني مع شويه نتاع السكر كطلع عادي، كتربي يعني بحالك بحال كريم شونتي كتجي. هي ملي كتكون كريم فريش كتولي شونتي، غير واش عندك كيفاش كديري الطريقه باش كتصدق؟ عادي يعني كنديرها في اناء وكنضربها بالطراب الكهربائي مع السكر عادي. شحال ديال السكر؟ السكر تقريبا على حسب، يعني الا بغيتيها حلوه يعني كدي على حسابك انت، بغيتيها شويه مسكر كتنقصي السكر. نعم ويمكن ما نديروش السكر. يمكن على حسب اللي بغا. ايه اللي بغا. اذا كتولي كريم شونتي. اها. من بعد عاوتاني كناخذو اناء اخر كنديرو فيه ابيض البيض وكنطيبو بالطراب مع معلقه نتاع السكر الثقيل حتى كيولي بحال الثلج. ايه. كذلك عاوتاني الاصفر البيض كنطربو مع معلقه ديال السكر الثقيل حتى هو كنطربوه نفس الشيء، وداك المقادير بجوج يعني كنصبوهم على كريم شونتي اللي وجدنا. ايه. وكنضيفو لهم داك دانون نتاع الفاني وكنخلطو من جهه وحده بواحد المعلقه نتاع الخشب، يعني حتى كيدخل لنا داك البيض في داك لا كريم شونتي. هذه كخصنا ضروري في اتجاه واحد باش ما يتهرش لنا، ولا الهواء اللي كان الهواء اللي كاين داخل ما يخرجش. هذه معروفه عند السيدات يعني اللي كيعملوا هاد الحلويات وهاد الشيء، هو هاد لي كلاص اولا الحلوى كدي شي شويه ديال الوقت وكتعمر البوطاجي بالمواعن، ولكن ما كاين باس كيجي النتيجه كتكون مزيانه. يعني من بعد كنقسموا هذا الخليط على ثلاثه. يعني ثلاثه نتاع من بعد كنضيفوا الاول كنضيفوا ليه الكاكاو، والثاني كنضيفوا ليه القهوه سريعه الذوبان مع مذوبات شويه نتاع الماء وكنخلطوا. نعم. الثالث كنخليوه عادي. ايه. اذا غنجي عندنا خليط واحد بيض وواحد شي شويه ماغو وواحد اسود، لان الكاكاو كيعطي اللون اسود. كيعطي لون اسود. نعم. ومن بعد كناخذوا اما طبق التقديم فاش غنقدموا اما ذاك الليمون اللي كيتحلوا. اها. وكنديروا الطبقه الاولى نتاع لي كلاص اللي وجدنا كنفرخوها، ومن بعد كنديروا الطبقه الثانيه، الطبقه الثالثه. نعم. كنفرخو معاك كنقدو مزيان وكندخلو من المجمد، يعني حتى كيجمد. شحال تقريبا ديال الوقت؟ شي 6 ساعات. 6 سوايع، هذه اقل حاجه اللي يعني ممكن ان الكلاص يوجد فيها. ومن بعد كنزينو بشعرية الشوكولات او الشوكولات مشكوك او اي حاجه بغينا، يعني لا حتى ممكن نزينو حتى باللوز مهرماش او لا اي حاجه ممكن نزين. كل واحد واللي بغى. واخا يسرى الا سمحتي لي غنعاود معاك الطريقه. اذا عندنا نص كيلو ديال القشده الطريه كنطربوها في الطراب الكهربائي حتى كتولي عندنا كريم شونتي، هي حطيناها على جنب. بالنسبه للحلاوه ديال هاد القشده الطريه كتبقى حسب الذوق، الا بغينا حلوه بزاف كنديرو السكر بزاف لما كنكونو كنطربو. عندنا ثلاثة ديال البيضات كناخدو الصفر ديالهم بوحدو والبيض ديالهم بوحدو، ياك لالا يسرى؟ عندنا جوج معالق كبار ديال السكر صغير الثقيل، معلقة كنديروها مع البيض ومعلقة كنديروها مع الصفر، وكل واحد فيهم يعني الصفر
ديال البيض والبيض ديال البيض كنطربوه بوحدو. البيض ديال البيض راه كيولي على شكل ثلج، كنطربوه حتى كيولي لنا على شكل ثلج، والصفر ديال البيض حتى هو كنطربوه حتى كيتضاعف الحجم ديالو مع داك السكر الثقيل، كيوليو عندنا ثلاثه ديال المكونات. عندنا الاول كنضيفهم كنخلطوهم كلهم مع بعضياتهم كيف قلتي في اتجاه واحد باش ما كيتكسرش لينا داك الهواء اللي جمعناه في البيض. ملي كنخلطو هاد العناصر كلهم كنقسموهم على ثلاثه، ياك لا يسرى؟ اه على ثلاثه. الاول كنديروا فيه ديك ثلاثه المعالق ديال الكاكاو، الثاني كنديروا فيه القهوه سريعه الذوبان بعد ما كنكونوا درناها في شي شويه ديال الماء وخلطناها، والثالث كيبقى عادي طبيعي. ياك لا يسرى؟ نسيت ما درتش الياغورت مع المكونات. والياغورت الياغورت راه درناه في الاول عاد قسمنا الخليط على ثلاثه. اذا بعد ما كنخلطوا هادشي كيوليو عندنا ثلاثه ديال المشارب، اللي وحده اللي فيها الكاكاو، والاخرى اللي فيها القهوه سريعه الذوبان، والاخرى اللي فيها لاكلاص ديالنا عادي يبقى بيض. صافي كناخذوا الاناء اللي غادي نحضروها فيه وكنبداو كنديروا المونتاج ديال هاد لاكلاص هذا على حسب الشهوه اللي بغينا. راه كاين اشكال متنوعه ديال هاد. نعم، والاساسي اننا نديروه طبقات، ندخلوه للمجمد تقريبا واحد 6 ديال الساعات على الاقل عاد يمكننا نستهلكوه. وبالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري كيف قلتي، اما بالشعريه ديال الشوكولات او لا باللوز ولا داكشي اللي كاين عندنا في الدار متوفر. على حسب الاختيار. نعم، اذا هذا هو لاكلاص اللي كتقترح علينا يسرى. كنتي معنا ممتازه وكنشكرك جزيل الشكر.